في الكاميرا دائما يبان كل شيء. يلا فقرة الأخبار والسوالف. أكيد طبعا يلا. ورح نبدأها مع أجمل الأخبار وأيضا أندر الزرافات اللي ممكن تشوفوها في أرض الواقع لـ8 رجال في مهمة شاقة حول رقبة زرافة نادرة. طبعا راح نشوف هذه الزرافة معنا بالفيديو وكبدت زرافة النادرة. 8 رجال مشقة كبيرة جدا أثناء محاولتهم السيطرة عليها لنزع سلك معدني ملفوف حول رقبتها، ويبدو أنها لم تكن تدرك أن الرجال كانوا بيحاولوا أنهم يساعدوها، وكادت تصيب أحدهم بأذى في رأسه خلال محاولتها الفرار من بين أيديهم، وحيث استغرقت حوالي 15 دقيقة ونجحت العملية بالنهاية دون أن تصاب الزرافة بأي سوء. محترفين عندهم مهارة عشان يسيطروا على الحيوانات. الزرافة تعتبر حيوان جميلة. أليف ولا شرس؟ أليف. أليف شكلها هي حنو أليف. أيوة بس والله كويس، جميلة. نحتاج إلى أشخاص يتقنوا هذا الأمر، بس إحنا ما عندنا زرافات. نروح لهم. لا ما نبغى نروح لهم، خلينا هنا إلى نفس العالم اللي إحنا فيه، عالم الحيوان، ولكن في البحر تحديدا. وأول حوت يتحدث مثل البشر. أتذكرت دوري في فايندينج نيمو كانت تكلم الحيتان. حنسمع صوت هذا الحوت أولا عشان نعرف قد إيش هو مشابه لصوت البشر. نسمع مع بعض. هلو 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 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 انا فاهم جالسين جنب الحمامات الله يكرمكم ولا ايش؟ سوما يعني كيف حتخليني اقول الخبر دحين يا عنود؟ انا ماني فاهم يعني، قولي لي ما ينفع تسمعوا لما تقول الخبر. طيب اضحك. طب قولي الخبر انت لو تقدري، اتحداك تقولي الخبر. يلا لا انا حقوله عادي، اقدر اقوله. طبعا طيب اقول لك، قام باحثون باجراء تسجيل صوت لحوت يدعى ويكي. انا ممكن اغير اسمه اعطيه اسم ثاني. يبلغ من العمر 14 عام وهو يردد اسم مدربته ايمي. هذا هو اسم ايمي بالصوت الحيتاني صراحه. كذلك العدد من 1 إلى 3، احنا سمعنا 1 2، وترديد كلمات مثل هلو او باي باي باسلوبه الخاص. ويعتبر هذا الحوت هو اول حوت في العالم يردد كلمات بشريه. اي داوت ات. وبهذه التجربة ثبت أن امتلاك الحيتان نفس القدرة الصوتية للبشر، خاصة وأنها تستخدم الحنجرة في الكلام. دوري اتحققت. يعني اتحققت أمنياتك. يكون آخر خبر على فكرة. يعني أنا ما أعرف إيش ردت، بكيت من كثرة الضحك. إيش ردت فعل مقدمة البرامج إلين بعد ما تشوف ال إيش؟ إيش تتوقع؟ ما عندي فكرة صراحة. حتضل تعتزل حتى تمسح الفيلم، ما أعرف إيش حتسوي. لا خبر آخر طبعا، أندر الظواهر الفلكية اللي تكلمنا عنها قبل أمس واللي كان متوقع حدوثها بالأمس تحديدا، الأزرق الدامي يقترن بالخسوف في لوحة فنية بديعة والتقطت عدسات المصورين أروع اللقطات والصور للحدث النادر الذي شهدته السماء مساء أمس الأربعاء باقتران القمر الأزرق الدامي العملاق مع ظاهرة الخسوف الكلي والجزئي، فضلا عن وقوع القمر في أقرب موضع للأرض في ظاهرة سماوية ثلاثية لم تحدث منذ عام 1982 ميلادي. جميلة الصور جدا جدا. أنا كنت بصراحة متحمس للشباب السعوديين الموجودين في الشرقية والرياض أنهم يعطونا إبداعاتهم، والصور اللي صوروها اكيد في كثير منهم كانوا مستعدين. احنا لسه مستمرين في عالم الحيوان والكثير من الغرائب اللي بنسمعها واللقطات اللي بتتسجل وتتصور، ولو ما تصورت ما كنا حنصدقها. وهذا الرد الفعل اللي حصل كان صادم جدا لكلب سمع شخيره بهاتف صاحب هذا الكلب. معنا فيديو لهذا الامر. انا افضل بلاش خلينا طيب نشوف. Oh.
تخيل معايا انه هذا يعني كلب وسمع شخيره. انت سامع ايش بتسمعني كل يوم؟ لا وهذا كلب ويعني انصدم من ردة الفعل انه هذا شخيري. يا جماعة طب تخيلوا الشباب كيف عم بيشخروا جنب زوجاتهم طبعا وجنب يعني اخوانهم. حتى في نساء يشخروا على فكرة، بس الرجال اكثر. ايوه الرجال اكثر. في نساء اوكي عندها اوكي، بس الرجال اكثر بالنهاية. ولكن فعلا هي صدمة على فكرة. هو ما هو زر احنا نضغط على فكرة، هو هي مشكلة في التنفس او مشكلة في الوزن ومشاكل ثانية تتعالج. طيب بس احنا ما ضغطنا زر عشان نشغل الصوت هذا حق الشخير لمية، بس لازم تتعالج. طيب وانتم كمان تتعالج من حاجات مرة كثير. الرجال ما عندهم أوكي. بس في حاجات كمان تضايق الرجل، وهو يعني هذا واحنا نايمين يعني عندنا عذرنا، وانتم صاحيين بتضايقونه ترى. والله يس في يعني منطقيا صح ولا لا؟ صح ولا لا يعني. اوكي اني روح لي خبر اخر. طب بس اقول لهم الفيديو هذا ايش؟ اوكي ما خلصت خبرك انت؟ خلاص خلاص عشان انا والله اوكي خلاص. بس انا بس بقول لهم انه الفيديو هذا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس برضو انصدمت زي ما لمية انصدمت في هذه الفكره. فيا يس اوكي. واستكمالك عملك في المنزل يعرضك للخطر، وزي ما احنا عارفين كثير من الموظفين والموظفات اذا ما خلصوا او شغلهم والشغل متراكم عليهم في المكاتب ياخذوا البيت عشان يكملوا شغلهم في البيت، وهذا اكبر خطر. وطبعا حذرت دراسه طبيه جديده من خطوره اصطحاب نواقص الاعمال المكتبيه الى المنزل لاستكمالها في المنزل، مطالبه بضروره الفصل بين العمل والوظيفة في المكتب، والفصل أيضا بين العمل وواجباتك المنزلية في المنزل، أن مزج العمل بالحياة الخاصة أمر من شأنه أن يصعب على الموظفين التعافي منه، وأيضا يجعلهم أقل قدرة على الإنتاج صح. والإبداع. أتفق مليون مليون المليون في المية. yes. لأنه فعليا كل مقام مقال. وأعتقد لم تتفق في هذا الموضوع طبعاً. والناس اللي دائما يخلطوا حتى بيئة العمل، يعني مكان مثلا ما الواحد ينام ما ينفع نفس يعني حط مثلا أكله على السرير، مكان ما الواحد يشتغل لا تنام، لأنه أنت بتسوي رخبطة بين البيئة نفسها. ترى تبرمج عقلك على أنه البيئة هذه حقت مثلا أنك أنت تنام أو أنك أنت تلعب أو غيره، وهي أصلا بيئة عمل، وهكذا ممكن تقارن يعني نظيراتها من البيئات الأخرى. سمعنا خبر قبل كم يوم عن القطة اللي ورثت من صاحبتها اللي توفت. أيوة توفت أيوة ورثت قطتها. المرة هذه حصل العكس، العكس تماما. العكس إيش العكس هذا؟ عادي وسحة. قطة تتسبب في ثراء مالكها. كيف؟ أسمع معايا. تسببت هذه القطة باراداسوس في ثراء مالكها بعدما أصبحت نجمة شهيرة، حيث حصلت على مبالغ كبيرة جدا كتعويض بعد ما رفع مالكها دعوى قضائية على إحدى الشركات اللي استخدمت صورها، وبعد أن خالفت الاتفاق على عرض صوره على القهوة فقط وعرضت على جميع المنتجات الأخرى، وقضت المحكمة بغرامة 700 ألف لمالك هذه القطة. القانون قانون. مفيش حد فوق القانون. يس نعيش ونشوف. وخبر أخير جميل جدا لفيلم انمي سعودي ياباني حيشوف النور قريبا. وطبعا اعلنت صحيفه اساهي تشيمبون اليابانيه عن فيلم رسوم متحركه انيميشن سعودي ياباني مدته 20 دقيقه بعنوان كنز الحطاب، وطبعا كاولى الثمار للتعاون المشترك بين البلدين في مجال انتاج الرسوم المتحركة. والفيلم يحكي قصة استنادا للحكايات الشعبية السعودية. مترقبين جدا لهذا الفيلم وراح نستمتع فيه اكيد. والله مرة الواحد ينبسط لما يسمع حاجة يس. من انتاج سعودي، لانه فعليا احنا عندنا مهارات لمية، وعندنا شباب فنانين، والله فنانين يستاهلوا انهم يوصلوا. بس انا سعيد جدا بمؤسسة مسك الخيرية اللي بتدعم الابراهيم اكيد صاحب سمو الملك اكيد الامير محمد بن سلمان ولي العهد، انه فعلا بيعطي فرص كبيره للشباب في كذا مجال، والشباب ما شاء الله ما بيقصروا. ان شاء الله خلال السنين الجايه اعتقد حنكون مؤثرين بشكل مره كبير في المجالات اللي كانوا الغرب يقول لك انتم فين. جميل اكيد. ونحن حنسلطن وحنستمتع، وايضا يعني لازم نسلطن خصوصا مع مواليد شهر فبراير وبدايه هذا اليوم. ما دخل خميس ايش دخل مواليد؟ نطلع